أهلا بكم. يصل اليوم الاثنين وفد من وزراء الكهرباء والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والاستثمار والنقل إلى الصين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني في مختلف مجالات الطاقة. وستقوم اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال الزيارة بالتحضير لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين، والتي تستمر 3 أيام خلال الشهر الجاري. وقالت وزارة الكهرباء في بيان لها أمس إنه سيتم تكليف خلال الزيارة عقد عدة لقاءات مع رؤساء بعض الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في البنية التحتية في مصر، وبحث سبل تنمية وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية. وكذلك سيقوم الوزراء بزيارة عدد من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم.